السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاء ديالنا، كما كتشوفوا معنا فيديو جديد من بوق نادر. اليوم غادي نديوكم معنا حتى لمشروع جوهرة البحر. خليكم معنا في الفيديو، فرجوهم من الأول حتى الأخر باش تشوفوا مشروع جوهرة البحر. ايوا حنا الخوت غادي نهبطين مع هاد القنطرة هادي اللي قريبة للسبيطار، كما كتشوفوا معنا المسجد ديال بوق نادر اللي هو هاد اللي في الشارع، اللي هو هذا كما كتشوفوا معنا. حنا طالعين من فوق القنطره ديال الباساج اللي فوق هذه ديال التران، كما كتشوفوا معنا من هنايا غادي نهبطوا للطريق ديال القنيطره اللي هي هذه، وغادي نتمشاو وندخلوا لمشروع جوهرة البحر. نهبطوا نصوروا لكم جهه المشروع، شطرة الاخراني كاين 118 120 تمني، المهم طلعوا نصوروا لكم تمني فيديوهات. بزاف الناس كيسولونا، هذا هو المكتب الخو ديال جوهرة البحر. بزاف الناس كيقول لنا صورنا هذاك المشروع الاخراني، رحنا غادي نهبطوا اليوم ان شاء الله باش نصوروا لكم تما. وان شاء الله ملي على حسب الفيديو اللي حطيت اليوم قلنا صوروا لنا حتى لداخل البراطم، ان شاء الله المره الجايه غادي نصوركم البراطم ديال جوهره البحر. عندهم كما كتشوفوا معنا، حنا كنصوروا لكم هنايا مشروع جوهره البحر زوين. نار عندهم المجازات مازال للبيع، اللي خاصه شي حاجه ولا شي حاجه يجي للمكتب ويتفاهم معاهم ويشوف البلاصه اللي غادي ياخذ. حنتي بزاف الناس كيسولنا على الكراجات ديال مشروع جوهره البحر، كاين بزاف المجازات هنايا، اللي بغا يدير شي حاجه الله يسهل عليه هنايا في مشروع جوهرة البحر. كاين بزاف المجازات، خصو يجي للبيرو ويتفاهم معاهم ويشوف الموقع، راه كل حساب الكراج كله والثمن ديالو. بزاف الناس كيقول لنا خويا عبد المرتي يقول لنا الاثمنه ديال الكراجات، الاثمنه مختلفه بزاف. حنتي راه ما هاد الكراجات الواجهه هادي ماشي بحال الواجهه الاخرى اللي كتشوفهم فاس مع شارع قنيطرة او اللي جيت المسجد، راه كله الثمن ديالو، اللي خاصو شي حاجه يجي للمكتب ويتفاهم معاهم. حنا غادي نهبطو مع الزرقاء هادي كما كتشوفوا معنا، غادي نهبطو الشطر الاخراني ديال فين كاينه 118 120، نطلعو الفوق ونصورو لكم باش تشوفوا المشروع الاخراني. حنتي بزاف الناس كيقولنا دخل لداخل خويا عبد المرتي، صورنا لداخل ورنا المناظر كدايره، شي زناقي وحتى الديكورات ديالهم. ايوا حنا ندوكم هنا، هذا هو المسجد كما كتشوفوا معنا ديال مشروع جوهرة البحر، وبارطاجينا بزاف. وهذا المسجد راه هضرنا عليه وعدنا هضرنا عليه، هذا راه تفتح هذا المسجد، هذا عدوك صليو فيه اللهم بارك. الناس بزاف الناس كنتلاقى معاهم كاع بحال ما كانوا تيعاودوا يسولوني غير هكا في الزنقه ولا شي حاجه، كيقول لي واش خويا عبد المرتي ركز هبط مشروع جوهرة البحر بزاف، واش مفتوح هذا المسجد؟ المسجد راه تفتح عدوك صليو فيه. ايوا انتم كيما كتشوفوا معانا، حنا طلعنا الشطر الاخراني هنايا فين كاينه 118، شطر 118 هنايا، وكاينه حتى 128 بزاف العمارات هنايا، طلعنا نصوروا لكم كيما كتشوفوا معانا هنايا في مشروع جوهرة البحر. انتم هنا واعرين، هادي 118 راه هضرنا عليها وعاودنا تينا نصوروها، ومرحبا بكم في مشروع جوهرة البحر، ترحبوا بكم. اللي خاصها شي حاجه شي بارتنر شي حاجه يهبط الاداره للمكتب التمانية ويتفاهم معاهم ويشوف البلاصه اللي باغي ياخذ. انا رايا كنبارطاجي لكم المشروع باش تشوفوه كدير، فهمتوا فين وصل المشروع، وما تبقى داكشي الاخر راه كتهبط للبيرو كتفاهم معاهم وكتشوف انت شغل تاخذ بروميان لو دوزيام لو تروازيام على حسب الموقع اللي بغيتي نتايا. انتم كيما كتشوفوا معانا شحال الاصدقاء ديالنا، هذا هنايا فين كيبنيو، هنايا كيما كتشوفوا معانا لا فينيسيون ديال الصباغه باقي شحال من حاجه، كيما كتشوفوا معانا مضروب مرطوب. هنا مازال كيصيبوا في التريطوارات، عيصيبوا الطريق هنايا، باقي خاصها دير لها الكاياس وشحال من حاجه كيما كتشوفوا معانا. هذا هو المشروع راه هنا كيما كيبان لكم، حنا طالعين السطح هنايا، هذا راه باقي ما قادوش لي من البارابور ديالهم بزاف الحوايج هنايا، سطاح كبير هنايا كيما كتشوفو معانا، السباغة ناضية هنايا، لي كارد كور هانتوما، لي كارد كور ديالو زوين مصبوغ ناضي ديال الحديد هانتوما كيما كتشوفو معانا. مشروع كبير هذا الخوت، هانتوما كيما كتشوفو معانا الأصدقاء، مشروع كبير
خاصكم اللي باغي يشري ولا شي حاجه ولا بيجي يشوف المشروع خاصو يجيب رجليه باش يشوف المشروع، وحتى لو باغي يشري ولا شي حاجه يشوف اتجاه لا ياخد، شوف كي داير فين باركونات واعري، هاد الشطراني الاخراني كاع اللي فيه الخدمه اللي فيه البني وكاني كما كتشوفوا معانا، ها هو نوريه لكم، هذا واعر خاصكم تجيو تشوفوه، راه ماشي بحال هذاك الاولاني ولا الشطر اللي كنصور لي فيهم، هذا اللي بوحدو الاخراني بوحدو، هذا راه رجلو كما كتشوفوا معنا الباركونات ديالو زوينين، ماشي بحالو بحال الاول والثاني، خاصكم تعرفوا هذه القضيه هذه، راه كاين فرق بزاف، وحاولت نبارطاجي لكم مشروع مباشره من قناه عبدو مارتيل كما كتشوفوا معنا. هو الاصدقاء ديالنا خاصكم ما تنساوش تابونا عندنا ورخوا على البوطونه الحمراء وفعلوا معكم الجرس وديروا معكم لي لايك ديالكم وحطوا لنا كومونتيرات زوينين باش ان شاء الله نستمروا ونحط لكم جديد في القناه. انتم ملي كما كتشوفوا معنا التراكس كتقاد، هذا غيكون يا شانتي اللي هو شارع كبير من هنا حتى القدام كما كتشوفوا معنا، هادو كما كتشوفوا معنا مشروع ناضي، تيرشي هاد الشطر الاخراني كاع اللي جيت البحر ناضي، بزاف الناس خايفين منه كيقولوا ياخذوا قريب هكا اللي الاولانيين، ما هذا حتى هو بزاف ناضي مزيان كما كتشوفوا معنا، الباركونات ديالو في شكل ماشي بحال في هذا، ماشي بحال الجهه دي اللي كنصور فيها، راه كاين الفرق بزاف، وجاي لحد الواجهه على البحر ناضي ها انتم كما كتشوفوا معنا، والناس اللي كيسولوا على جهه البوسطه على حساب واش كاين شي مشروع تمانية، مازال انا ما عنديش اخبار ما عنديش معلومه، نار ان شاء الله غادي يكون شي شركه ولا شي حاجه هنايا، جيت مشروع جوهره البحر في جنب هذيك المساحه الخاويه الناس اللي كيعرفوها، جيت البوسطه ديال بوقناد اللي كاينه في شارع قنيطره، مازال هذيك ما عرفتش مازال ما عنديش شي معلومه عليها اللي هو غادي يدخل شي شركه تمانية، هو راه يدخل شركه ولكن نشوف انت باش غادي تبنى تمانية، وسمعت قال لك غادي تكون شي عصب هنا في قريب من مشروع جوهرة البحر، غاتصيب شي مدرسة، وهاد المدرسة انت غاتصيب ما عرفتش، انا ما عنديش معلومة انت غادي تصيب، غاتصيب من المدة شوف امتى بالضبط غادي تكون شي مدرسة كيما كتشوفو معانا المسجد اللي هو هذا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، مسجد زوين انتو معايا، حاولنا تاني نصوروه ونبارطاجيو معاكم كلشي يشوف. مرحبا بكم في قناة عبدو مارتيل، قناة عبدو مارتيل مفتوحة للجميع كل شيء يتفرج، مرحبا بكم، واللي ما تيحملناش ما يتفرج فينا، راه كاين بزاف الناس اللي ما تيحملوناش يبقى يكومونتي لنا دوك الكومونتيرات الحامضين ديالهم، يا خويا ما عجبكش الفيديو ديال عبدو مارتيل ما عندك خويا ما دير سيرش تفرج في التفاهه ديالك، انا كنقدم معلومات كنبارطاجي معلومه من المشروع وكيشوفوا الناس المشروع فين وصل، انا كنبارطاجي مع الناس اللي غادي يستافدوا، مال داك الاخرين اللي ما عندي ما ندير بهم بحال دوك الشيء ديال بقى يكومونتي داك الكومونتيرات الحامضين ديالهم ما عندي ما ندير بها خويا، غير اخويا من القناه ديالي انا راه كنبارطاجي معلومه مع الناس اللي غادي يستافدوا كيشوفوا المشروع فين وصل، والقناه يعني انا راه ما كنديرش داكشي ديال التفاهه كيما كتشوفوا معنا المسجد زوين، ومرحبا بكم في قناه عبد مارتين الناس الزوينين تبارك الله عليكم، الناس كيحطوا لنا كومونتيرات زوينين وكيحفزونا وفرحانين، هما اللي مخلينا حنا مستمرين، شحال مره كانوا بغي كاع نسحب من القناه هذه كيما كتشوفوا معنا، والله يحفظكم لينا الاصدقاء ديالنا اللي متبعينا في قناه عبدو مارتيل، يلا الخوت خليكم مع الفيديو تبارك الله عليكم، فرجه ممتعه.